غيدو غيفولي أحد أغلى الشوارع الباريسية، وحتما ليس المكان الذي يمكن أن تتوقع أن تجد فيه مكانا لتبسط رجليك. ومع ذلك فإن مجموعة من الفنانين اتخذوا من أحد مباني الشارع ملاذا لهم قبل عقد من الزمان، ليتحول فيما بعد إلى استوديو بديل للرسامين يجتذب آلاف الزوار أسبوعيا. الفكرة كانت ناجحة إلى حد أن السلطات الفرنسية التي اشترت المبنى قررت إبقاء الحال على ما هو عليه وترك الفنانين فيه بدون إيجار. نحن رابع مركز للفن المعاصر في باريس من حيث عدد الزوار، ونستمر بواسطة التبرعات دون تلقي أي مساعدة من الحكومة الفرنسية ولا حتى سنتا واحدا. الوضع هنا أكثر ثباتا من التقرفس في الأمكنة، لكنه مع ذلك لا يزال مؤقتا، لأنه بعد انقضاء فترة الإيجار لثلاث سنوات يمكن للمالك أن يقول حسنا هذا يكفي، يمكن أن تأخذوا أغراضكم وتعودوا إلى الشارع. وهؤلاء الفنانين ليسوا وحدهم على هذا الحال. لهذا السبب خصصت باريس 11 مليون يورو في السنوات العشر الأخيرة لتوفير أمكنة للفنانين تقديرا منها لأهمية الفن البديل. سياستنا أن نلتقي معهم ونعمل معهم لحل كل قضية على حدة. ليس لدينا سياسة صارمة، ونحن منفتحون على الحوار مع المجموعات الفنية، لكننا لا نريد أن نشجع على استيطان الأمكنة، بالتأكيد لا، لكننا نحترم كل شخص على هذا الحال وعلى استعداد لسماعه. دخول الفنانين إلى المباني غير المأهولة وتحويلها إلى محترفات فنية بات ظاهرة، كهذا المبنى الذي لم يتمكن صاحبه من تأجيره بالمبلغ الذي يريده، فقام بتركه فارغا منذ أكثر من 20 سنة. وفي السنة الماضية دخلت مجموعة من الفنانين إلى المبنى، وتم تحويل المبنى العلوي إلى غرف النوم والسفلي إلى معرض فني. نحن نعتني بالمبنى ولم نقم بتخريبه، والشرطة بإمكانها إثبات ذلك، فهم يأتون دائما لإلقاء نظرة. الرسالة الوحيدة هي أن نزاعنا شرعي، ونحن نود الاتصال بصاحب المبنى من أجل التوصل إلى طريقة تدفع بنا إلى الأمام. والتسوية ممكنة، فمن بين 25 حالة استيطان لمباني شاغرة تمكن النصف من الحصول على وضعية قانونية للإقامة.